في إطار الاستفادة من البرامج التدريبية التي تتيحها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات العلمية والطبية العالمية، عقدت وزارة الصحة اجتماعا مع الفرق الطبية وأطباء الزمالة المصرية المدربين والمتدربين بالتخصصات الطبية المختلفة بمستشفيي حميات وصدر العباسية لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة على مدار الساعة للأطباء ضمن منظومة التعليم الطبي المهني. بنشتغل مع جامعة هارفارد فيها ومع الرويال كوليدج فيها، وإن شاء الله قريب يعني هيبقى الامتحانات بتاعتها معتمدة من الناشونال بورد اوف ميديكال اكزامينرز في أمريكا. فكنت يعني بقول لهم أهمية الزمالة المصرية وخلق فرص ليهم في الخارج، وطبعا قلت لهم كل واحد يأبلاي على أي يراسل أي جامعة أو أي مستشفى كبيرة في تخصصه في منحة لا تقل أو لا تزيد عن 3 شهور، ستقوم وزارة الصحة إن شاء الله بتكلفتها بشكل 100%. أهمية إن هم الاتفاقية اللي احنا بنعملها مع الجامعة الأمريكية لتطوير مهارات اللغوية، وإن احنا إن هو يخش امتحان الأيلتس. مفيش حد من الزمالة المصرية يتخرج أقل من 6.5 7 في الأيلتس. كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع على الاستراتيجية التي تم وضعها بشكل علمي في مجال التدريب المهني للارتقاء بالكوادر الطبية بتخصصاتها كافة. اشتغلنا مع جامعة هارفارد وعملنا الاتفاقية في 2019، ورحنا الريال كوليدج في 2019، وبدأنا في آخر 2019. قلنا بعد ما عملنا الاتفاقيات دي وعملنا منصة التعليم الإلكتروني مع بنك المعرفة، وتعاقدنا مع انسيجن والسيفير للمحتوى التعليمي، ورفعنا كفاءة المدربين، أعلنا إن ما بقاش فيه تكليف غير على الزمالة، وبدأنا في خطوات كبيرة جدا. فالتحول في التعليم الطبي المهني هو كان لابد علشان يبقى شبه مصر في المرحلة الحالية. مصر بتتطور بشكل كبير جدا جدا وبشكل عالمي، فيصح ان التعليم الطبي المهني لكل العاملين في وزارة الصحة يكون على أعلى مستوى عالمي. في تدريبات على كل التخصصات الطبية، في تدريبات أونلاين، في تدريبات عن طريق الورش العمل، وفي تدريبات على رأس العمل، في تدريبات على البروتوكولات الطبية، في تدريب الزمالة طبعا، واللي هو دلوقتي واخد الاهتمام الأكبر، لأن زي ما قلت لحضرتك إن هو رفع كفاءة الطبيب المصري، إن أنا أقدر أوصله على أحدث المستويات العلمية بالتعاون مع جامعة هارفارد والرويال كوليدج والأمريكان بورد. دي خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعليم المهني الطبي في مصر، وده اللي هيقدر انه يرفع من كفاءة الأطباء عشان تقديم الخدمة الطبية المتميزة. الارتقاء بالطبيب المصري بإكسابه خبرات متراكمة من خلال التعليم الطبي المهني والزمالة المصرية لتحقيق طفرة نوعية بالمنظومة الصحية في مصر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.